شلون رحلتك كانت ابو غانم؟ والله مضبوطه. اوصيكم ايوه على مكتب ارارات للسياحه والكشته صراحه في ارمينيا. عافيه عليك. لا يعلى عليه. عافيه عليك، شكرا جزيلا. العفو. الرحله مالتك امينه كانت؟ ما خفت؟ امينه ومرتاحين ومع اخونا حبيبي والنعم. الحق ينقال الصراحه. والنعم، رحم الله والديك. تستحق الدعم الصراحه. حبيبي تسلم لي اخوي. غانم تهيئ؟ روح اصعد. انا عاد شخص اخر راح يصعد ينطلق. جاهزين. جاهز ابو غانم؟ اليوم ضيفنا من الامارات العربيه راح يجرب الزيب لاي في ديليجان. متهيئ؟ يا الله اتمنى لك رحله سعيده. اهم شيء تدير بالك على الموبايل اللي يوقع من ايدك. يا الله. يا هلا. هذا احد سواحنا انطلق. هنا اجى احد سواحنا رجع.
يلا يلا مي مي الجبل عاش جاهز للتصوير.